الله أكبر. أنت لازم التطوع يوم يومين شهر أكثر ما بي تطوع. لازم المشاكل اللي بالمخيم حاليا هي التأمين الشتوي وزيادة الحصة الغذائية، زيادة الدفعة النقدية الكاش هي للمخيم. احنا عندنا حاليا في عمليات دخول بالمخيم والخروج ضعيف جدا، فنطلب التوسعة للمخيم من خلال استئجار أرض ولا من خلال توسعة للمخيم كامل. ما تقدم لنا لا سيارة اسعاف لا في دواء، اطفالنا جوعانة مرضى. دعم بالفريش، دعم بالغاز، اسفنجات، يعني يجيب بالعربي يقول اسفنجات. انا عمي نازحين مخيم عين عيسى، اوضاعنا صعبه، برد وثلج وكذا، ووضعنا صعبه، ونتمنى من المنظمات دعم شويه، دعم بالمازوت مثلا، دعم بالفرش، دعم، يعني اوضاعنا والله ما هي مأساوية بالبرد. والله العظيم في ناس متبادلة قاعدة بالخيام بس ما عندها لا اكل ولا شيء، ناس متبادلة ما في علاج. بدا دعم علاج، بدا دعم كل شيء، الاطفال اللي ماتوا تايوان مشكلة هذه. نحن نطلب من المساعدات، يعني المفوضية ما جاعت تتلحق، ضعيف ما جاعت تتلحق. ما جاعد عن غير الخبز والسكر والزيت والشغلات الخفيفة، يعني نازحين. احنا جايين بدنا توسيع مكان بس مكاننا ضيق.